بسم الله، شفنا في المثال السابق كيف نعمل السيمافور للمالتي ثريد بروجرام، وكان عندنا في المالتي ثريد بروجرام فانكشن بتعمل كاونت لنمبر من 0 الى 100,000، وعملنا سيمافور جلوبال سيمافور. وطبعا السيمافور عرفناه باسم اس، وضعنا السيمافور ميوتشوال اكسكلوجن ما بين الكريتيكال سيكشن في داخل الفانكشن، سيم ويت، وهنا كمان سيم بوست. وعرفنا في المين السيم انيت، طبعا البي شيرد والكي هذه معرفة فوق. عندك البي شيرد 0 معناتها ثريدز، نكتبها 0 للثريدز، وأكثر من كده معناتها للبروسيس. نترك مسافة. الكي نفس الشيء، الكي 1 أو أكثر unlock، 0 معناتها لوك. بعدين ابدأ الثريدز، يعمل ثريدز بعدد الثريدز اللي ياخذها من اليوزر وقت التشغيل. بعدين ينتظر المين ثريد الى ان يخلص كل الثريدز. بعدين يعمل ديستروي للثريدز وديستروي للسيمافور. او ما عملنا ديستروي السيمافور، ديستروي السيمافور تقول سيم، لا سيم اندرسكور ديستروي، وتعطي البوينتر للسيمافور. فكده عملت ديستروي للسيمافور. اوكي، وشفنا البرنامج هذا كيف بيشتغل، و طلع انه عندنا هنا في داخل الفانكشن في الكريتيكال سيكشن في ستارفيشن. ليش؟ لانه هذا اللوك ما بيخلص الا اذا انتهت البروسيس، الا اذا انتهى الكاونت، ولما ينتهي الكاونت هيخرج بدون ما يعمل بوست. اوكي، فتعال نشوف كيف ممكن نحل هذه المسألة. لو قلنا انه هذه نجيبها داخل اللوب، بحيث انه يدخل اللوب البروسيس، اي ثريد يشتغل يدخل اللوب يعمل لوك، وبعدين يعمل انلوك. اوكي، طبعا لاحظ هنا نفس الفكرة حقت الاستارفيشن ما زالت موجودة. ليش؟ لأنه بمجرد ما يخلص البروسيس كذا حيرجع تاني مرة لللوب. دقيقة، حيرجع تاني مرة لللوب. فتعال نشوف ايش اللي حيصير. نقول جي سي سي مين دوت سي و ال بي ثريد، ونشغل ونقول انا عندي ثريد واحدة. اوكي، طيب ما هو راضي يكمل. كنترول سي، نجرب لو عندي تو ثريدز. نفس الشيء 3 threads نفس الشيء. فاذا هذا ديدلوك،
هذا ديدلوك. لاحظ البروسيس او الثريد الاولى بدأت تشتغل وقف هنا، واحدة من التو ثريدز اشتغلت ووقف هنا، ثري ثريدز اشتغل واحد ووقف. ليش؟ لسبب بسيط، لانه قفل على بقية الثريدز هنا في الفانكشن السيمافور هذا. عمل لوك، بدأ يشتغل، خلص، ما عمل بوست، رجع تاني يبغى يعمل لوك مرة ثانية، فأوريدي هو لوكت، فما حيقدر يعمل لوك، فحينتظر إلى أن يصير بوست، وما في أحد ثاني حيعمل البوست. كل البروسيسز واقفة، كل البروسيسز والثريدز حتكون واقفة عند هذا السطر، فهذا ديد لوك. هذا الديد لوك كمان يبغى له حل. اوكي، فنحتاج نشوف ايش ممكن يكون الحل. طيب لاحظ احنا فقط كانت السيمويت خارج اللوب، ادخلتها داخل اللوب. طيب لو ادخلت هذه كمان داخل اللوب، هل حتحل الديدلوك؟ نجرب ندخلها داخل اللوب ونشوف. نحفظ ونعمل كومبايل مرة ثانية ونرجع نشغل بثريد واحدة. اشتغل صحيح، ما في مشكلة. نرجع نشغل بتو ثريدز، لاحظ اشتغل صحيح ما في مشكلة، ولكن هل اشتغلت التو ثريدز؟ اي نعم، يظهر انه اشتغلت. لاحظ هنا في هذه ثريد وهذه ثريد ثانية. اوكي، طيب تعال نشوف ثري ثريدز، برضو في كده تغيير هنا، اهو هنا ثريد وهنا كمان ثريد ثانية، يتبقى واحدة ثريد بس ماني شايف. في هذه الحالة نحتاج نعد، فممكن اقول له نرجع تاني مرة تيست وبعدين كات تيست طبع اعمل جريب على هذه الثريد. دقيقة بس اعمل جريب على هذه الثريد واعمل عليها بايب وورد كاونت لاينز، فهذه عندك 29274. كمان تعال نشوف الثريد اللي بعدها، في هنا هذه برضو ثريد ثانية 45000. تعال نشوف في ثريد ثانية غير 24 و20، في هنا 28. أنا عملت 3 ثريد، إذا هذه الثالثة، فهذه هي 25000، 29000، 45000. إذا في شغال الثري ثريدز، اوكي، فحل جزء من المشكلة. لكن لو خليتها مثلا 10 ثريدز، كبرت عدد الثريدز وعملنا كات، هل ممكن هل كل الثريدز بتعطي نفس النتيجة او لا؟ لا نعلم، نحتاج إلى طريقة ذكية عشان نعرف عدد الثريدز، لأنه الرقم كبير جدا. فخليني أصغر عدد الكاونت عشان أقدر أعد بهم. مين سي بدل ما يكون 100 أخليها 100000، أخليها 100
وارجع تاني كومبايل واشغل بعشرة ثريد. اوكي، يفترض انه يعطيني عشرة ثريد، فهذه واحد اثنين ثلاثة اوكي اربعة، لا ثلاثة فقط. أنا تقريبا شايفها متقاربة. خليني أقول أجرب أعملها أوتبوت على التست، وبعدين الكات على التست، وبعدين تعال نجرب. هذه انسرت 86، بو 86% تبقى 4. اوكي، هنا في كم الرقم اللي انا حطيته؟ 92. 92 هنا في 96. اوكي، نرجع تاني نقول الستة وتسعين الثانية 14. اوكي صح، 86 و14 هذه 100. طيب انا اللي عملتها 10 ثريد، فاللي اشتغلت 2 ثريد، والبقية 8 ثريدز فين راحوا؟ ما اشتغلوا، معناتهم starvation، أصبح لهم starvation. إذا في احتمال إنه هذا الكود على الرغم إنه عدلت عليه، بدل ما كانت ال، خليني أنسخها، بدل ما كانت ال أوكي، وهذه بدل ما كانت هنا وعملت starvation المرة الأولى، أدخلت فقط السيم ويت في المرة الأولى وصار عندي deadlock. في المرة الثانية خليت السيم ويت مع السيم بوست كلها في داخل اللوب، لا في المرة الثانية خليت السيم ويت والسيم بوست في داخل اللوب، صار عندي starvation مرة ثانية، فما زالت المشكلة قائمة. إذا السيم ويت والسيم بوست ما ينفع يكونوا كلهم في داخل اللوب بهذه الطريقة. ليش؟ لأنه ما يزال في starvation. طيب إيش الحل؟ هنشوف.